انت قلت مثالين ثلاثة على التكلفة المالية، ان احنا كان كل وقت بنقعده التكلفة المالية ممكن بتزيد، مش على قد التكلفة المالية عشان سعر الدولار اتغير في مصر، لا، انا بنتكلم على ان الاسعار العالمية تقريبا اتضاعفت. يعني الحاجة اللي كانت بتيجي ب2 مليون دولار زي الجرارات اللي اتكلمت عليها بقت ب4 وشوية. طب انا النهاردة لو بجيب 100 جرار في 2 مليون يعني ب200 مليون، فأربعة يعني 450 ولا بتاع، مش كده يا كابتن؟ أيوة. أنا بس بقول الكلام ده لينا، إن إحنا ممكن أكون قلت الكلام ده قبل كده واتكلمنا فيه قبل كده كتير، لكن أنا بأكده إن هي ثوابت في إدارتنا للعمل، ثوابت في إدارتنا لعملنا، إنك أنت تعمل دولة، هذه الدولة قادرة على النمو لتجابه حياة الناس في مصر، حياة الناس في مصر. أنت بتتكلم في 106 مليون عايشين على شريحة صغيرة كانت وبخدماتها، الشريحة صغيرة وخدماتها صعبة، وده تعبير مهذب جدا. ولو النهاردة نتكلم على مش عارف كان ده ممكن يبقى نحطه ولا لا، ان احنا نجيب حال السكة الحديد في مصر سواء كان محطات او خطوط او وحدات، احنا بنتكلم على ان القطاع كله اهمل، واهمل ده مش عيب في اللي قبل مننا، لكن دي كانت ظروف كانت بتمر بالبلد عندنا، وكان الخيار بالنسبة لنا نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا ما نعملهاش. ودي تالت مرة بقولها. اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه، لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى، ولا حتى لابنائنا، يمكن اللي بنتكلم على احفادنا مش هيلاقوا حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا، ده احنا يا دوبك كده بنحط الدولة على الخط مش كده يا دكتور؟ الدكتور مصطفى بيقول لي أول الطريق، طب ما احنا كنا فين؟ يعني إذا كنا اللي احنا بنعمله ده أول الطريق، طب ما احنا كنا فين؟ هي دي القضية، إن احنا لما تعايشنا مع حالنا اللي قبل كده على مدى السنين اللي فاتت تصورنا إن هو ده الطبيعي. لا، اللي أنتوا كنتوا عايشين فيه ده مش طبيعي خالص. ده أي حاجة. واحنا ما نعرفش كمسؤولين امام الله اللي هيحاسبنا ان احنا نبقى فاهمين حاجه وما نعملهاش عشان خايفين على يعني الناس تبقى تقول يعني ظلمونا وتعبونا وبتاع. لا، احنا نتعب لاجل بكره ونجني لاجل بكره. هقول لكم على حاجه سمعتها كانت لطيفه قوي. لما اتكلمنا على الرئيس السادات يا كامل، وقلنا ان ساعه لما عمل اللي عمله ما كانش ساعتها كل خصومه كانوا كسبانين، كل خصومه ايه ساعتها في الوقت دوت، كل الدنيا قطعت مصر، كل الدنيا قطعت مصر. انا متهيألي ان كل 10 سنين بيتكتب له صفحه جديده طبعا عشان يقول له ايه، انت هزمت خصومك وانت مش موجود.